معايا عبر الهاتف الآن كابتن مراد فلاح لاعب المنتخب المغربي وفريق الوداد السابق. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بوجودك معانا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا كابتن رمزي، وكل الحب والتقدير للشعب المصري العظيم، وجد سعيد بالمرور معكم على القناة المصرية. احنا سعداء اكتر يا فندم بكل تأكيد. بس المنتخب المغربي امبارح، واصبح خلاص المنتخب المغربي بجانب ان هو منتخب شقيق، هو منتخب تعشقه كل او يعشقه كل العرب بعد الاداء العظيم اللي عمله في كاس العالم الاخير. فكانت امبارح او امس كان في صدمه كبيره بخروج المنتخب المغربي بشكل مبكر من دور ال 16. لماذا ودع المغرب او ودعت المغرب البطوله في هذا التوقيت المبكر جدا؟ صراحة بعد التتويج أو الاحتلال المركز الرابع عالميا، اللي كيبقى إنجاز عظيم لكرة القدم المغربية ولا العربية والإفريقية، ولكن كأس إفريقيا تختلف كثيرا، خصوصا أننا ندخل بصفة أحد المرشحين لفوز باللقب، بالتالي حتى طريقة اللعب تختلف، حتى شخصية ديال الفريق ستكون شخصية مختلفة جدا. كان عندنا مشاكل حتى في دور المجموعات، كان يقين تام باننا بعد دور المجموعات كان هناك تقارير باننا عندنا مشاكل، خصوصا في المنظومه الهجوميه، لا من حيث التحضير والبناء، لا من حيث النجاعه الهجوميه وانهاء الهجمات. بالتالي مقابله امس مع جنوب افريقيا كانت تحصيل مجموعه من المعطيات المتوفره على اداء المنتخب المغربي. كيبقى وليد الركراكي مدرب كبير الان، عنده قناعات لازم انه يبدلها ويغيرها باش اننا نحسنوا من المردود الى بغينا نتوجوا كاس افريقيا. تاريخ ديالنا في كاس افريقيا تاريخ ضعيف جدا، وهذا نعترف به. نحن نشتغل الان داخل الجامعه الملكيه والاداره التقنيه الوطنيه، عندنا مشاريع لا مع الانديه ولا مع المنتخبات، نشتغل بجد، ولكن هذا الاقصاء اللي غادي يخلينا اننا نعيد الامور ونحتسبوا الخطه ديال العمل ديالنا خصها تتغير، لان تبين ان كان مشكل تكتيكي كبير جدا، لان اذا كان بغيتي تفوز بكاس افريقيا لازم يكون عندك لاعبين اللي يقدروا انهم يفرضوا الشخصيه ديال الفريق في المقابله بالاستحواذ بالتحكم في ايقاع اللاعب، لكن للاسف تبين اننا لن نستطيع التحكم في المقابلات بوسط ميدان تواجد المرابط. مرابط لاعب جيد جدا في الافتكاك الكره من ناحية التكتيكيه الدفاعيه، ولكن من ناحيه البناء والتحضير لاعب ما كيعطيناش عمق هجومي، لاعب اللي ما يمكنوش انه يكون عنده تمرير عمودي للمهاجمين، حتى خط الهجوم غياب زياش اللي عنده ارقام مهمه جدا واحد مفاتيح اللاعب وفي الصناعه وكذلك في التسجيل، اثر على النسبه ديال خلق الفرص الحقيقيه للتسجيل. غياب بوفال كذلك، رغم ان بوفال فهد ما كانش واجد بشكل جيد جدا لاحصائيه في كاس افريقيا، الاصابه اللي كان عنده مع الريال القطري، ولكن حضر الثقه ديال الناخب الوطني، وهذا راجع لعده عوامل، فيها المجموعه، فيها كذلك الاداء ديالو في كاس العالم. وبناء عليه هل تحمل وليد الركراكي ظهور منتخب المغرب بالشكل المخيب للامال ده في كاس الامم الافريقيه؟ وليد الركراكي هو براسه اعترف بالندوه الصحفيه انه يتحمل المسؤوليه، لانه هو صاحب القرار، هو صاحب، بالتالي كنظن ان استمرار وليد الركراكي مع راس المنتخب غادي يزيد يقوي المنتخب، العكس على اننا الناس يطالبوا بابعاد وليد، لا، احنا ندعم وليد الركراكي، ندعم الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لان نعرف نشتغل معا داخل منظومه مكتمله، عندنا مشروع. الان وليد انه غيكون على يقين، لانه باش تكون مدرب ناجح ويمكن لك تفوز بالقاب خصك انك تفادى القرارات العاطفيه اللي كتهم اللاعبين حقهم معك انجاز. كرة القدم تعترف بالأداء الآني والفورمة الآنية، بالتالي تبين أن بعض القرارات ديال الناخب الوطني لم تكن في محلها، وهذا غادي يزيد يقوي المنتخب إلى زدنا درنا الثقة في وليد الركراكي، باش أننا الدورة ديال 2025 اللي غنصطادوها في بلادنا ما غاتكونش دورة سهلة، غاتكون دورة اللي صعيبة علينا، ولكن باش أننا نفوزوا في الأرض ديالنا بكأس إفريقيا لازم أننا نحضروا المنتخب في المستوى مع استمرار الطاقم التقني.
محمد الشيبي كان تألق في المباريات، مباريات دور المجموعات، ومجرد عودة لاعب نصير مزراوي وكان الشيبي قدم مباريات أفضل. هل كنت مع فكرة أنه الشيبي يخرج ولا كنت مع عودة نصير مزراوي؟ أنا كنت مع ترسيم عطية الله، يحيى عطية الله كظاهر أيسر، لأنه يحيى عطية الله أحسن من الشيبي في جاري وترى الشيبي نعرف أنه ظاهر أيمن عنده مستوى متميز، ولكن يحيى عطية الله هو ظاهر اختصاص وصاحب الاختصاص في هذا المكان. زهير مزراوي من الأخطاء اللي ارتكب وليد بكلادي، وهذا من الأمور اللي اعترف بها وليد أنه لم يكن ترى صائب إشراك مزراوي منذ بداية اللقاء، خصوصا أنه عائد من إصابة ومن فترة توقف ديال تقريبا شهرين، بالتالي ما عندوش إيقاع مقابلات، رغم أنه قدم للأمانة قدم مباراة لا بأس بها. سوء التموضع ديالو في الهدف الأول اللي كسر حالة ديال التسلل، كيبقى هذا راجع للتركيز، ما كانش مركز بشكل جيد مع خط الدفاع، بالتالي هذا خطأ تكتيكي يحسب للمزراوي. صحيح. مراد فلاح لاعب منتخب المغرب وفريق الوداد السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومره اخرى هارد لك للمنتخب المغربي.